تنبكي وتنغوت وتنهار وما تنبقاش قادره نهضر. ولكن اليوم لا، اليوم تشجعت باش غنهضر وما غنبكيش. فين هما الضحايا هنا؟ فين هما الحقوق ضد الضحايا؟ وفين هو هاد 27 اللي تيقول لك ما خداش الحقوق ديالو؟ انا ولو انني مرضت نفسيا وجسديا وصحيا وليت كنفكر حتى انني بدل الاسم ديالي. راه من الترهيب ديال الضحايا راه ما كنخافوش وما بقيناش غنخاف. ما بقيت ما يدار غنجي نحط على توفيق ب20، نحط على بالي غير توفيق ب20. انا شوفوني انا كضحيه اللي اليوم الولد ديالي تيموت، ما لقيتش مستشفى اللي تشدو تدخلو عندها. السلام عليكم. يمكن اليوم اول مره غنهضر معكم وانا كنعطي بوجهي للكاميرا. كنتمنى المره الجايه ان شاء الله بحول الله تشوفوني بلا نظر وبلا بافير. هاد شجاعه كامله، راه ما هادشي كامل اللي كيديروا ما هو الا شجاعه الضحايا. ما هو غير كيخلينا نزيدو نتقوى، ما هو غير كيخلينا نزيدو مازال نهضروا وما غنسكتوش. الذكرى الرابعه الاعتقال ب20، فين هي الذكرى الرابعه الاعتقال الضحايا وهما في الشارع؟ فين هي الذكرى الرابعه للنظره الضحايا للمجتمع؟ فين هما الضحايا في هاد الذكرى الرابعه؟ فين هي هاد الدوله اللي حنا حنا ضحايا مدفوعات من طرف الدوله؟ فين هي هاد الدوله باش تشوف هاد الضحايا في الذكرى الرابعه ديال 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 الظلم، ديال الحقره، ديال السب، ديال الشتم، ديال الاستهزاء، ديال اللي دار 5 دراهم ديال الكونيكسيون غنعاود نقولها، تيبرك كيسب وتيبدا يكنش للضحايا في لي كومونتير. كنتمنى من هاد الناس اللي كيهضروا بوجه غير مكشوف في لي كومونتير، كيديروا اسم مستعار وكيديروا صوره مستعاره، كنتمنى منهم انهم اليوم يبانوا بالاسماء ديالهم ويبانوا بالصور ديالهم، اننا حنا راه كضحايا ما غاديش نسكتوا على كاع اللي كيسبنا وعلى كاع اللي كيشتمنا. غادي نمشيو غناخذوا اتجاه قانوني وغنتابعوا كل من هو كيتعدى على الضحايا كتابه على مواقع التواصل الاجتماعي باسمي وباسم اسماء الحلاوي الله يرحمها ويوسع عليها في هذا النهار. راه ما تقولوش اسماء ماتت غتهنا وزعما من واحد الطرف. يمكن الموت ديال اسماء خلاتني نكون اقوى، لان ما بقيتش غندافع على راسي بوحدي، غندافع على راسي وغندافع على اسماء الحلاوي وعلى وليدات اسماء الحلاوي، مع احترامي للزوج ديالها ومع احترامي للام ديالها ومع احترامي للوليدات ديالها. هاد الضحايا اللي كتقولوهم مدفوعين من طرف الدوله، كنتمنى منكم تجيو تاخذوا صوره لهاد الورقه هذه ديال الطبيب اللي انا كنتبع في مستشفى ديال الدوله. انا اللي مدفوعه من طرف الدوله، علاش هاد الدوله ما تشوفش فيا اللي انا دايره كونسلطاسيون نهار 11 نهار 9 في شهر 11 وعاطيني رونديفو ديال تخوامو وانا كنموت ما كنقدرش نوقف؟ فين هي هاد الدوله؟ فين هو تنفيذ الحكم ديال هاد الضحايا هادو؟ فين هما هاد الضحايا اللي ما بقاوش كيقدروا لا يخرجوا لا يخدموا ولا يواجهوا المجتمع ولا يواجهوا الناس؟ انا كنهضر على راسي. انا كساره المرس مشيت غير للمقاطعه ناخذ ورقه اداريه، شوهت قدام الناس، اه انت هي فلانه، اه انا هي فلانه. انا ولو انني مرضت نفسيا وجسديا وصحيا وليت كنفكر حتى انني بدل الاسم ديالي، ولكن دابا لا. هاد السيد هذا اللي تيقول حنايا كنطلبوا وكنطالبوا بمتابعه الضحايا، ايه يا سيدي كنطلب منك وان كانت هذه بنتك ولا ولدك اللي طاح في هذا الموقف، واش غتمنى منه انه يتابع؟ وانا مستعده للمتابعه. انا كنهضر على راسي كشخصيا، انا مستعده انني نتابع الا درت علاش. ولكن واش انت مستعد نتابعك انا على هاد الهضره اللي كتقول عليا؟ بركه من الترهيب ديال الضحايا، راه ما كنخافوش وما بقيناش غنخافوا، واللي بغيتو تقولوها قولوها. هذاك السيد راه خد اكثر من الحقوق ديالو، هذاك السيد راه داخل الجلسات كان تيجلس وتيتعنقر بهذه الطريقه وتيقول لي سيد الرئيس عييت خاصني نشرب الماء، سيد الرئيس عييت خاصني نشرب قهوه. حنا كضحايا اسماء الحلاوي الله يرحمها راه كانت كطيح في الارض والكرش ديالها كلها كدوز بالدم، لان كانت يلا والده سيزاريان، وتتجي لومبيرونس كتهزها وتتكمل الجلسه. فين هما الضحايا هنا؟ فين هما الحقوق ضد الضحايا؟ وفين هو هاد 27 اللي تيقول لك ما خداش الحقوق ديالو؟ 27 اللي كان كيتعنقر علينا وسط القاعه وكان كيهدد الضحايا هو المحامون ديالو. هاد المحامون اللي تيقول لك هادي حقه قضيه دوليه قلم حر، ورينا سيدي هاد القلم الحر شنو كتبتي فيه؟
ورينا علاش كتابع. حنا كاين كما قالت الاخت خلود، حنا راه كنشوفوا دابا صحفيين اللي ما شاء الله عليهم تيهضروا على الدوله، تيهضروا على المحروقات دابا اللي هاد الاسعار اللي ما عرف شنو دايرين، تيهضروا على الزيت، تيهضروا على السكر اللي كلا الشعب فيهم العصا، ومالهم ما تعتقلوش، مالهم ما داروش لهم الاغتصاب. انا مساليه قبي، عائلتي وسميه قد قصحت الله، وعائله قد قصحت الله، ما كتسالاش شجره قد الوطن. ما لقيت ما يدار غنجي نحط على توفيق بوعشرين، نحط على بالي غير توفيق بوعشرين. انا في الدنيا هو اللي كاين، استفدت انا من هاد الدوله اللي غدفعني انا باش حقا نحط الباطل على بوعشرين؟ اشنو عطاتني؟ انا اليوم كنسائل الشعب المغربي كله داخل الوطن وخارج الوطن، اشنو استفدت؟ اجيو تشوفوني انا كضحيه العيشه اللي انا كنعيشها، اجيو تشوفوني انا كضحيه اللي اليوم الولد ديالي تيموت ما لقيتش مستشفى اللي تشدو تدخلو عندها. انا اللي اليوم كضحيه ما لقيتش باش نشري الدواء، الباب اللي كنمشي كندقو باش نخدم تيقولوا لي لا حق انت عندك ملف موسخ. هاد الضحيه اللي ضربات عليها امها تمام، ضربات على الجفاف باش قرات ودارت ديبلومات، راه ديبلوم تكنيسيان ديك لا فوندوان، شنو ندير؟ ندير ديطاي في راس الدرب؟ راه تنهضر بواحد الانفعال لان تنحس بالله اللي عالم بيا. راه كل 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 لقاء صحفي تنبكي وتنغوت وتنهار وما تنبقاش قادره نهضر، ولكن اليوم لا، اليوم تشجعت باش غنهضر وما غنبكيش. كيف ما قالت الاخت خلود، انا ما كنتمناش ندير احتفال ديال 4 سنوات، انا كنتمنى ندير الذكرى ديال الوفاه، يمكن باش يشفى الغليل ديالي واحد شويه، حيتاش هاد السيد تعدى علينا، شوه السمعه ديالنا، شوه الاسماء ديالنا، شوه العائلات ديالنا. راه ما بقيناش عباد الله قادرين نهزو ريوسنا في الزنقه بالعربيه. انا كنهضر بالدارجه باش الناس كلشي يفهموني، باش مرا ما قارياش راجل امي واحد فراس درب كلشي يفهم. اللي كينوضو تيقول لك حكا والواد قلم حر، باش قلم حر اولدي؟ وريني الشرف شي شي شي، وريني شي مقال كتبتيه. الصحفي راه عنده حريه التعبير، يكتب اللي بغى ويهضر كيف ما بغى. راه حتى انا صحفيه وهما لي كارت عندي باش نوريهم للاخوان والزملاء، يمكن اول مره غادي نقول هاد الكلمه هادي. راه حتى انا صحفيه وحتى انا كنكتب وحتى انا كنهضر وحتى انا، راه ماشي يلاه نتوما غتجيو توريونا حنا القانون ديال الصحافه. كفى من التضليل، كفى من الكذوب على الشعب المغربي. راه ما غاديش نسكتو، والله ما غنسكتو، حيتاش انا ما كندافعش على راسي اليوم، كندافع على ولادي وكندافع على ولاد خوتي وكندافع على ولاد عائلتي وكندافع على كل شيء. انا حاليا بنات ديال عائلتي كنت اليوم غنجيبهم معايا، كنت اليوم غنجيب معايا اختي الصغيره غنجيبها تحضر معايا هنا. علاش؟ حيتاش كلنا كنعرفوا على ان كاين الاستاذ في القسم كيدير لك بحال هكا، كنا كنعرفوا على ان البيبي في الروض وفي لاكريش كيهزوا الاستاذ وتيحطوا فوق منه، كنا كنعرفوا هادشي ما غنبقاوش نسكتوا عليه. وانا اليوم فرحانه بزاف، علاش؟ لانني تلاقيت مع لا مع مع عيالات، تلاقيت مع دراري، تلاقيت مع نساء اللي تعرضوا للعنف الجنسي، وتعرضوا للممارسه الجنسيه، وتعرضوا للعنف بالجنس مقابل العمل والجنس مقابل النقط اللي حنا تنشوفوا دابا ملفات اللي هما رائجين في الدوله. وكيقولوا لي حنا تشجعنا من واحد الملف ديال واحد البنات اللي هما هضروا على حقهم، ولو انهم كلاو العصا، وهذا راه المتهم خذا الجزاء ديالو. تنقول لهم انا راه وحده من هذوك الضحايا. بصح ومزيان ودافع. لا دافع على راسك، انا كنقول لك اليوم بنتي دافع على راسك، اختي دافع على راسك، مي دافع على راسك، اي واحد اي مرا كيف ما بغات تكون، اي دري اي شاب، علموا ولادكم، علموا ولادكم ما يسكتوش. اليوم فينا هما التعويضات ديال الضحايا؟ ولو ان التعويضات عمرهم ما غادي يجبروا لينا الضرر. فينا هي هاد الدوله اللي حنا مدفوعين من طرفها؟ فينا هي توقف على هاد الضحايا وتوقف لهم على 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 على, على التعويضات ديالهم؟ راه كانت ديبلاصاو من جيبنا هادشي باش يعرفوا عباد الله. راه تيسحب لهم حنايا ما عرفت منين كيطيحوا علينا الفلوس من الشتا. وما غاديش نسكتو، وغنخسروا من جيوبنا، وغنوقفوا جيسكابو، ما غاديش نسكتو. حنا راه ما ساكتينش،
حنا ضحايا ديال توفيق بو 20، غير كونوا هانيين ونعسوا على جنب الراحه. حنا ما غنسكتوش لا اليوم ولا غدا ولا بعدو ولا. واللي نعرفوا راجل ولا مراه غادي يسب ضحيه ديال بو 20 في كومونتير، يبان بالاسم ديالو ويبان بالصوره ديالو. وشكرا.